عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم هنا في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، يوسف التهامي وفانا امام. وزي ما قلنا لكم ان الساعه التانية هيكون منورنا ومشرفنا فنان جميل، واللي شرفنا ونورنا دلوقتي الفنان تامر فرج. صباح الفل عليك يا تامر. صباح الخير. بس إيه شرفنا ونورنا. ايه الساعه 8 الصبح يعني صاحيين بدري وبتاع، يعني مش معقوله المواضيع دي مش كده. وبعدين استاذ يوسف جندك، انت كان في فقره من او سيجمنت في واحد بعت لك بيقول لك عايز اسمع اي حاجه لتامر، هنشغل خلاص تزعم انه تامر حسني ما يمكن عايز اسمع انا يا اخي، ما تديني فرصتي، اديني فرصتي عدي على واحد في حاجه غريبه. قال لك اه طبعا معانا الفنان تامر حسني النهارده ان شاء الله. وتامر فرج فين؟ تامر فرج الساعه الثانيه كلها. تامر فرج في القلب الساعه الثانيه كلها. بنور بنور اضاءه. بنرحب بتامر فرج اللي منورنا ومشرفنا النهارده في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وعايزين نتكلم معاه على حاجات كتير جدا، لان هو كان شخص بيشتغل في قطاع السياحه، ومنه بقى درس سيناريو واخراج اللي هي حاجه بعيده جدا على المجال اللي هو درسه قبل كده. وبعد كده اتجه لدراسه حاجه غريبه جدا بالنسبه لي، اول مره اعرف ان هي بتدرس، الستاند اب كوميدي. يعني مثلا فن ستاند اب كوميدي دلوقتي ابتدى ينتشر بشكل كبير جدا في مصر، يعني وناس كتير قوي بقت تروح حفلات وبتدفع فلوس كتير قوي. عايزين نعرف بس في البدايه كده يعني ايه ادرس ستاند اب كوميدي. بص يا سيدي، اولا يعني الستاند اب كوميدي هو فن يختلف تماما عن التمثيل وعن الاداء الكوميدي اللي بنشوفه في اي مسلسل او في اي دراما. تمام. لانه ما بيعتمدش على ان انت عندك شخصيه بخلفية بأحداث بالكلام ده كله، لا. الستاند اب كوميدي لازم بتدرس فيه ازاي تصبح سفنجة الاول، سفنجة بمعنى ان انت لازم تتعلم ان انت تلقط كل ما هو حواليك. انت ماشي عبارة عن ان انت بتلقط كل بني ادم وكل رياكشن وكل حاجة، عشان بتستدعي ده بعد كده وبتستدعي المواقف. يعني انت بتشوف كل موقف قصادك، تمام، وبتشوف ازاي تقدر تطلع منه كوميديا. حتى لو انت رايح عزة بتطلع منه كوميديا. تمام. فدي اول حاجة من الحاجات بتعلمها، بتعمل تدريب على، هو تدريب مش دراسة اكتر. تدريب على السنس بتاعك، الحواس بتاعتك، ازاي ان انت تستخدم حاجة زي كده. تاني حاجة ازاي تعمل ستراكتشر، لانه اللي انتوا شايفينه الناس كانت فاهماه غلط جدا، انه الستاند اب هو فن ارتجالي. لا، في حاجة اسمها الارتجال، دي حاجة تانية، فن صعب جدا جدا. ويمكن رمزي لانر مثلا بيعمل الموضوع ده في الورش بتاعته. لكن الستاند اب كوميدي ده سكريبت بكون محضره، وبعرف ازاي ان انا ارتبه بحيث انه يبقى فيه بيك، بيبقى فيه بانش لاين. امتى مثلا لازم تعرف ان البانش لاين بتاعك لازم يبقى كل 40 ثانية، كل 40 ثانية لازم انت تقدر ان انت تعمل بانش كده هو يصحصح الناس معاك. فاهم؟ طبعا انت مش بتمسك ستوب واتش يعني، بس هو يعني بالسنس بتيجي الحاجة زي كده. الستراكتشر بتاعتك ان انت ازاي بتبتدي، ويا اما مثلا بتعمل حاجه اسمها الكونتينيوس جوك، اللي هي جوك بتقولها في الاول هي مش جوك خالص، هي جمله عاديه. تمام. بس من كتر ما هتستخدمها كونتينيوسلي في بشكل مستمر، يعني بشكل مستمر في السكريبت بتاعك، تمام، هتوصل في الاخر انها هتبقى جوك. تمام. كلمه عاديه جدا ملهاش اي مشكله، فاهمه؟ ففي كذا حاجه، كذا حاجه، كذا تكنيك. تمام. في تكنيك اللي هو الستوري، ان انا ممكن نبقى عندي ستوري بقولها، ستوري تيلينج، قصه عشان ما تزعلش بالعربي هو احنا لا تمام الاجنبي ايوه بحبش الاجنبي. تمام. وبتوصل في الاخر ان انت بتعلى بالضحك في القصه بتاعتك دي لغايه لما بتوصل للبانش لاين بتاعك في الاخر. تمام. في تكنيك مختلف بتبقى تصاعدي، يعني انت بتاخد الناس في رحله كده بتوظف فيها الافيهات بتاعتك لحد ما توصل في الاخر لذروه الضحك. تمام. للذره. تمام. في بقى تكنيك تاني خالص اللي هو اللي هو 1 تو 1 او بانش تو بانش، اللي هو انت بتتكلم في كذا مواضيع، في كذا موضوع
تمام، وبتخبط البانش لاين بتاعك او النكته بتاعتك تمام، وبعد كده تروح موضوع تاني خالص وتخبط النكته بتاعتك، بعدين ترجع لده او تروح في حاجه تالت. فلا الموضوع لا دراسه بجد، دراسه يعني مجال كبير. قصه صعبه، وقصه صعبه جدا كمان، لانه مش اي ممثل كوميدي ينفع يبقى ستاند اب خالص. دي برضو فكره من الافكار الغلط اللي احنا فاهمينها. في حاجه كمان مهمه قوي، ازاي ان انت بتدرس الجمهور. يعني في حاجه اسمها البيداجوجي، اللي هو زي علم النفس كده، او زي الاجتماع اللي هو بتدرس فيها شويه حاجات ازاي تدرس الجمهور بتاعك. لانه انا مثلا حصلت معايا شخصيا، انا غيرت الماتيريال بتاعي وانا طالع على السلم بتاع المسرح. كنت لسه عايزه اسالك، ما حصلكش موقف زي ده قبل كده؟ انت كنت محضر حاجه وقمت قايل البانش لاين وفجاه ما جابش قوي مع الناس زي ما انت متخيل؟ كتير، لانه انت ساعات بيبقى مثلا متعوده انه الحفلات بتاعتك بيجي لك فيها شباب وبتاع وكلام كده، فمتعوده انك تقول الحاجات اللي بتستفز الشباب وتخلي الشباب يضحكوا وبتاع، ونتكلم عن الراب ونتكلم عن مش عارف ايه وعن الجمل الانجليش اللي في كده. جالك يوم السبت بقى، يعني يوم مقفول بقى، يوم السبت بقى وبتاع كلام كده، وجالك بقى عائلات قاعدين. ما ينفعش، مش هينفع. لازم تغير على طول وتحضر بالحاجات اللي هي بتاعه اللي بتاكل مع العائلات وكده. طيب انت فكره عامه الستاند اب كوميدي، بما ان انت بتقول فيها مدارس كتير وفيها يعني كذا شكل، مش عايزين نقول نمطي، بس فيها حاجات مختلفه عن بعض، لنا اسهل هنت كده بحيث ان لو حد من اللي بيسمعنا دلوقتي نفسه ان هو يخش على الناس يبقى عارف ازاي يقدر ان هو يبتدي الموضوع ده، الموضوع مدرسه واحده منهم. الموضوع ببساطه جدا، لانه برضو في ناس مش فاهمه ايه هو فن الستاند اب كوميدي وتخلطه بفنون اخرى. زي مثلا في ناس بتخلطه بفن الحكي، لا في حكائين، دي حاجه تانية. زي مثلا عارف عبد الرسول، فانا عارف عبد الرسول تمام، عم سيد رجب، الناس دي دارسين حاجه تانية وبيطبقوا بيعملوا حاجه تانية اسمها الحكي، ازاي ان انت تحكي وتاخد الناس معاك في قصه وبتاع وكلام كده، ازاي تجيد هذا الحكي. انما الستاند اب كوميدي هو مش بس الحكي، هو ازاي ان انت بتعرف تحكي وتاخد الشخص اللي قدامك وتمثل شخصيات مختلفة في نفس الوقت تمام. يعني مش مجرد ان انا بحكي لك، لا انا بوريك فيلم او بوريك حاجة معينة تمام، بحكيها لك وفي نفس الوقت انا بمثلها قصادك وبعمل الشخصية الفلانية، بعدها احلف بقى تانية اعمل شخصية تانية ارد على نفسي الكلام. وده بشخص ده بشخص تمام. ففيها كوكتيل حاجات كتيرة جدا مش موجودة في فن الحكي مثلا تمام. فابسط حاجة عايز تعملها ان انت عشان تخش الستاند اب كوميدي، جرب ان انت تحكي قصة لاصحابك على السلم في الجامعة مثلا تمام، انه حصل لك موقف معين، وده حتى هتشوفه انت وانت في الجامعه لو تفتكروا ايام الجامعه مثلا، انت مش بعيد قوي يعني، انت ما شاء الله لسه شباب يعني حاجه ظريفه قوي يعني. احنا شعرنا ابيض يعني، ما علينا. المهم هتلاقي ان احنا في ايام الجامعه كان في بنقعد على السلم كده وبتاع، وفي كذا حد بيحكي، في واحد هو اللي واخد اهتمامنا، وفي واحد بنرميه خالص بنحطه كده على جنب فاهمه، وبيبقى يعني تعبان في نفسه قوي يعني ويجز وبتاع وكده. هو ده الفرق، وان انت ازاي تبقى ستاند اب، يعني ستاند اب كوميديان مختلف. بس حاجه بسيطه. طيب هل عملك كمرشد سياحي فادك في موضوع الستاند اب كوميدي؟ هو اللي جاب لي الستاند اب كوميدي. ازاي بقى؟ احكي لنا. ما هو انا الفكره ايه، انا كان حلم حياتي ان انا ابقى مرشد سياحي على فكره تمام. بس انا زي ما بقول دايما يا جماعه، ما ينفعش يبقى عندك حلم وتحاول تحققه. امال ايه ده؟ مش صح. كذا حلم، لازم عندك كذا حلم. لان عندك حلم واحد هتحاول تحققه هتفشل، هتقعد على القهوه بالظبط تمام، مفيش مكان تاني. مش في كافيه، لا على القهوه، عارف اللي هي القهوه دي تمام. فلازم عندك كذا حلم وتحاول تتحقق ده، وبعدين ده هيوصل لده، ده هيوصل لده، ده هيوصل لده. تبتدي بالحلم اللي دايما منور، اللي طريقه اسهل، طريقه باين. فانا كان بالنسبه لي، انا كان نفسي ابقى مرشد سياحه، وكان نفسي ابقى ممثل، وكان نفسي ابقى مطرب، وكان نفسي ابقى حاجات كتير، وكاتب، وكل حاجه كان نفسي ابقى كل حاجه فنيه يعني تمام. بس اللي كان منور قصادي هو الارشاد، فدخلت المجال الارشاد، حققت نفسي فيه وعملت اللي انا عايزه وبتاع. فازاي بقى بقول لك ممكن الحلم يخليك توصلي للحلم اللي بعده؟ انا بمنتهى البساطه كنت وانا في مرشد سياحي غصب عني، ما اعرفش جت ازاي، انه انا ما بشرحش زي البني ادمين كده اللي هو اقول لك التمثال ده 15 متر ومثل الملك رمسيس وانه مش، لا ما بعملش الكلام ده. كان الناس دايما في مصر يقولوا لي تامر انت بتعمل لنا شو وحواديت وحكاوي ومش عارف ايه، ومثل لهم الاله مش عارف رع قال ايه لمين، فالتاني راح مديله بالجزمه قال له حاجات كده فاهمه. فقالوا لي تامر انت بتعمله ده اسمه ستاند اب كوميدي،
فقلت لهم يعني ايه ستاند اب كوميدي؟ قالوا لي لا تعالى بقى. ابتدوا بقى يدوني فيديوهات، يبعتوا لي فيديوهات لاشهر الناس بيعملوا ستاند اب كوميدي في فرنسا. فابتديت ان انا اتعلم الموضوع واحده واحده واشوف الدنيا ايه. اللي حبيت ده هو ده اللي انا بعمله. اه حلو ده تمام. فلما سافرت فرنسا هناك قلت لازم اشوف القصه دي ايه. ورحت فعلا عند يعني في ممثل فرنسي من اصل عربي مغربي اسمه جمال دوبوز، من اشهر الناس اللي هناك يعني، راجل فظيع يعني. فعامل حاجه اسمها جمال كوميدي كلاب، فيها بقى روح بقى اتفرج وافهم وادرس وشوف تمام. فالموضوع جه من هنا، انه انا علشان طريقتي في الارشاد السياحي هي اللي خلتني اتشجع. اصل هي هي انت لو درستها كده بتستي جربت الموضوع، انت عندك اودينس اللي هو الجمهور اللي هو في الارشاد السياحي السياح بالظبط، في الدراسة والتدريس هم الطلبة تمام. وانت الشخص اللي بيحاول يوصل المعلومة او يديها للناس دي بطريقة مناسبة تمام. هتبقى هنا الجمهور، هيبقى هنا سياح، هيبقى هنا طلبة تمام. هي نفس الكونسبت يعني. شايف ان الستاند اب كوميدي في مصر ابتدى ينتشر الفترة الاخيرة؟ لا ابتدى ينتشر وابتدى ياخد وضعه صح يعني. بص اقول لك على حاجة، احنا وصلنا لحاجة حلوة جدا زمان في الرعيل الاول والجيل الاولاني خالص تمام. وصلنا لحاجة حلوة جدا ان احنا فهمنا الناس يعني ايه ستاند اب كوميدي. كان ايام جورج عزمي يعني. انا كنت رجعت من فرنسا، كنت قعدت لسه بحكي لكم ان انا كنت راجع بقول انا نفسي يعني ادخل الفن ده مصر يعني اعمله ازاي دي ثقافة لازم تتغير، انه يبقى الواحد هيروح ياخد عيلته وعياله وبتاع وينزل من بيته ويروح لغاية مسرح ويدفع تذاكر للعيال دي كلها عشان يروح يتفرجوا على واحد واقف على المسرح ينكت تمام. دي ثقافة مش موجودة كانت عندنا. فلما جيت لقيت كان 2010 لقيت جورج عزمي ابتدى الموضوع يعني. الراجل بصراحه خد على كتفه، هو بدايه اللي هو كان بيخش في وسط النمر بتاعه اي حفلات ميوزك جاز مش عارف ايه بتاع، ويروح داخل يعمل ابتدى يتعرف، ابتدى ليه فيديوهات، ابتدى الموضوع يسمع، ابتدى الناس تعرف في حاجه اسمها ستاند اب كوميدي. فمسكت فيه بقى، كنت انا وهو وعلي انديل وبيتر ظريف، وكان مجموعه ظريفه جدا، ابتدينا نعمل اول جيل الستاند اب. والموضوع مش حلو جدا، خاصه انه شركات كتير تبنت الستاند اب كوسيلة للدعاية بدل ما يعمل ويصرف لوح وبتاع كام ده كله، لا يروح عامل حفلات ستاند اب تمام باسم المنتج الجديد تمام. وهو ده يمكن اللي شهر. ما وصلنا لمرحلة حلوة جدا جدا، وكانت اشياء معدن والدنيا كانت فل. ايه اللي حصل؟ ظروف سياسية بقى والبلد اتقلبت وحاجات زي كده. فالدنيا اختلفت شوية في الستاند اب، لانه اصبح عندنا ان احنا الحفلات عايزين نعملها ويك اند يعني خميس جمعة، فاحنا كان عندنا كل جمعة في جمعة مفيش ناس مش فاضية. فابتدى الموضوع يعني يموت، واحنا بصراحة احنا شلنا ايدنا شوية برضو، دي غلطتنا. ظهر بعدينا جيل اخر كان في منهم ناس كويسة جدا جدا، بس للأسف في الفترة دي علشان الأحداث السياسية في البلد وبتاع اللي ابتدى يستخدم الستاند اب للسياسة. وده غلط. أغلط حاجة ممكن تعمليها في الدنيا ان انت تستخدمي الستاند اب في سياسة او في فكر معين عايزة تقوليه او تزرعيه. الستاند اب كوميديانز كتير قوي بره بيستخدموا الموضوع ما هو ده لانه بره قصة تانية. بره انا كستاند ابر انا عامل حفلة، عارف مين اللي هيجيلي، هيجيلي الناس اللي شبهي. انا هنا ما بعملش كده لسه، لانه في بره كام واحد ستاند ابر، 500 600 700 800 الف واحد تمام. فكل واحد هيجيله الناس اللي شبهه، خلاص عايزين نسمع منه الكلام ده. لكن احنا هنا هم احنا 4 5 6 10 20 اللي بيعملوا ستاند اب تمام. فانا بيجي لي كل فئات المجتمع. ما ينفعش ابقى عندي احتراما للجمهور بتاعي اللي في المسرح، ما ينفعش ان انا اتكلم عن فكر يضر واحد من اللي قاعدين، ما يكونش فاهم يعني احرجه او اضايقه او حاجه زي كده تمام. يعني يمكن حتى في استخدام الاهلي والزمالك مش حلو، موضوع حساس يعني. هتلاقي انه كمان كتير ما بيستخدموش، لانه ما ينفعش ما ينفعش ان انا حد يخرج من عندي مش سعيد. انا الستاند ابر انا شغليت ان انا الناس دي تبقى سعيده، وبتباك فاير ساعات يعني، بتجيب مردود عكسي على الشخص اللي بعد ما كنت بحبك، بعد ما كنت بحبك خلاص كرهتك لمجرد انك قلت حاجه ضايقتني ضد اعتقادي تمام. فالفتره دي فعلا حصل فيها الدروب ده، انه اصبح الناس بيقولوا قال الستاند اب ده العيال اللي هي بتقعد تتكلم في السياسه وبرده في الاخلاقيات
طبعا يعني لانه الستاند اب برضو احنا ساعات بنفهمه غلط عشان جاي من بره وما نفهمش انه حاجات بره ممكن الثقافه تختلف طبعا تمام بالظبط كده. فابتدوا يتكلموا براحتهم جدا جدا وفي عائلات قاعده ما ينفعش نبقى في عائلات احنا مش شباب قاعدين مع بعض على القهوه بالظبط فاهم. فهنا ابتدى يفقد رصيد كبير جدا جدا الى ان في جيل قعد يكافح بقى ويستنى بقى ويحاول يعمل حفلات بعشرة وبعشرين واحد ومش عارف ايه لغاية لما وصلوا منهم بقى الشباب الموجود دلوقتي يعني مثلا احمد خيري وكنتاكي وطه طه سوقي تمام. الشباب دي الناس دي بقى انا يعني انا شفتها وهم يعني يعني قد ايه كانوا بيحاولوا بيقطعوا في الصخر وبيكسروا في الصخر عشان يوصلوا الستاند اب كوميدي اللي هو عليه دلوقتي وانه يسترجع احترامه ويسترجع جمهوره. بقيت دلوقتي بروح لهم حفلات مثلا في الساقية او هنا وهنا فول فول كلها ما شاء الله عليهم. لسه هنفضل مكملين معاكم تامر فرج لسه هيفضل لا لسه عايز اتكلم ثانيه واحده عندنا بس بريك سريع ونرجع على طول يلا بينا بعد اذن حضرتك مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الفنان تامر فرج لسه منورنا ومشرفنا في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وعايزين بقى نكمل بقى الرحله الطويله اللي هو عملها من اول ما ابتدى بقى في الارشاد السياحي والسيناريو والاخراج واتكلمنا على الستاند اب كوميدي. تعال نتكلم شويه عن التمثيل. انا عايز بس اسالك سؤال يعني معلش مع احترامي يعني تمام انت حاسس ان الناس دلوقتي مثلا في العربيه وسايق وبتاع راح مشوار بقى جايب اولادها المدرسه مودي اولادها المدرسه مهتمين يعرفوا رحله اللي اعمل يعني هو دلوقتي في رحله ممكن تبقى شخصيه اصعب من يا جماعه دول الناس في يعني في الشارع بس ممكن تبقى قصتك ملهمه جدا لان ناس كتير بتبقى عايزه تتجه للناحيه الفنيه ولكن يقول لك يعني انا شغال في بنك شغال يعني في شركه يعني تفتكر محمد مثلا واحد سايق عربيته قصته تبقى ملهمه ما يروح سايب العربيه وراح ركب العربيه اللي جنبها مثلا يعني مش هيحصل الكلام ده يعني محبي تامر فرج عايزين يعرفوا الرحله كلها بالظبط لا كانت رحله بصراحه مشوقه جدا جدا يعني انا انبسطت المهم تكون انبسطت. بص اقول لك على حاجه انا بقول دايما انه انا الحمد لله رب العالمين بحمد ربنا انه انا من الناس اللي يعتبروا محظوظين جدا ان هم اشتغلوا في الحاجات اللي بيحبوها. انا ما عملت الشغل انا ما بحبها الحمد لله الحمد لله. دي حاجه على فكره نعمه من عند ربنا طبعا. يعني بقولها دلوقتي لكل الناس اللي رايحه شغلها مثلا او اللي هي قاعده في شغلها وقاعدين على المكتب مش طايق نفسه مش طايق المدير اللي قاعد على الناحيه الثانيه وبتاع الكلام ده كله اطلع له لساني واقول له انا مش عندي الكلام ده انا ما عملتش حاجه ما بحبهاش. اه بالظبط. طيب نبتدي نتكلم بقى على مسلسل سوشيال اللي بيتعرض دلوقتي. اتكلمنا عن شخصيتك كده في المسلسل اكتر وعن الاحداث برضه. بصي مسلسل سوشيال مسلسل يعني جميل جدا يعني جذبني ليه الاول ثلاث حاجات مهمين قوي يعني. اول حاجه احمد زاهر لانه احمد احنا اصحاب كتير قوي قوي من زمان وبنتقابل في مناسبات يعني اعظمها معظمها جنازات بنبقى في العزاء بتاع وبتاع كلام كده وبنقعد نقلب العزاء وبتاع ما بنضحك ما بنعرفش ان لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده من قريب ما بنسترش فدايما نتقابل واصحاب وبتاع كلام كده بس عمرنا ما اشتغلنا مع بعض. فطبعا قالوا لي احمد زاوت لا اقفشوا انا هو ده هاتوا فاشتغلنا مع بعض. تاني حاجه رؤوف عبد العزيز المخرج استاذ رؤوف برضو اشتغلت معاه في قمر هادي وهو اللي استفز الشر اللي جواه يعني فاهم ابتدى لاول مره شاف فيا ان انا فنان جاد ممكن اعمل حاجه جاده وممكن اطلع شخصيه شريره وعمل شخصيه فيليب في قمر هادي. فالمره دي برضو استثمر الموضوع ده في ان هو يطلعني شخص جاد وانا عايز اكد ان هو شخص جاد لانه الناس كلها برضو بتعلق لي ان هو احنا قلقانين منك حاسين ان في حاجه هتعمل بلوت تويست كده هو هيحصل حاجات طبعا في الاحداث بس يعني ايه بس مش الدرجات يا جماعه كلهم ناس قالت هتطلع ندل ندالة حاجات كده يعني فاهم. وتالت حاجه الكتابه محمد جلال محمد جلال كان معايا في ورشه ابو حفيظه ويعني بقى ايه انا استلمت اخضر كده فانا بعتبره من ولادي يعني ما كانش اخويا الصغير يعني عشان السن بلاش ولادي تمام. فالتلات عناصر قالوا لي لا لازم اعمل مسلسل. بعدين لقيت المسلسل بيتكلم في حته انا ضعيف فيها قوي لازم افهمها بقى السوشيال ميديا يا جماعه انا اولد سكول انت متخيل يعني انت متخيل انا لغايه دلوقتي يعني لو انا على المكنه اللي قدامك دي او انا يعني ممكن يحصل لي ايه فاهم انا هنهار يعني انا بقعد على اللابتوب بشتغل بضرب بالزرايز بصبع واحد لغايه دلوقتي انت متخيل انا غير كاتب انا سيناريست وبكتب بصبع واحد حضرتك بتاخد وقت كبير قوي فضيحه طبعا فضيحه. فايه فهو بيتكلم عن السوشيال ميديا وازاي انه ممكن يصل الى انه خطوره
لانه اي حاجه هي سلاح ذو حدين، اي حاجه لازم هنستخدمها ممكن نستخدمها غلط طبعا. تمام. طب ايه، نقفل السوشيال ميديا؟ طب ما نستعملهاش؟ لا، ما لازم هنستعملها، بس نحاول احنا نستخدمها صح. تمام. فهو يعني شغال في الحته دي، وبقى في حته سسبنس وجريمه بتحصل وحاجات، وماسك موضوع الانفلونسر بالذات. تمام. الموضوع ده برضو زاد قوي قوي قوي. تمام. انا مش عارف يعني انفلونسر، يعني في الاول قالوا لي اللي هو الشخص المؤثر اللي بيقول حاجه، يعني بيقول حاجه فبيتاثر في طب حد بيفتح شنطته بتطلع ادوات المكياج بتقول الحياه اللي جواها ايه، ده بيبقى مؤثر ازاي؟ ما بتاثر يعني بتبيع يا باشا، مش بتبيع عليا. ففي قصص حزينه، لا بجد يعني، في قصه في انفلونسر بجد قصص حزينه، لا مليون واتنين مليون وبتاع، انا ما عدي ال 130 بالعافيه، فاهم انتوا بتعملوا ايه؟ فانا لازم اعرف القصه دي، فقلت لا اشتغل في الحوار ده. طب انت شايف فعلا ان السوشيال ميديا دلوقتي مهمه لاي فنان عشان خاطر يبقى متواجد في الوسط بشكل كبير؟ للاسف. للاسف انت كاره السوشيال ميديا؟ للاسف مش كاره، لكن زي ما بقول لك كل حاجه بنستخدمها صح وبنستخدمها غلط. تمام. انا شايف ان احنا بنستخدم او السوشيال ميديا احنا دلوقتي بنستخدمها غلط جدا، بدايه من الفضايح اللي على الفيسبوك، الكلام اللي احنا بنقعد يعني خلاص احنا بقينا بنتدخل حاطين مناخيرنا في كل ركن في حياه الاخر. تمام. وبنشتم، يعني احنا يا ريت بننقد او حاجه، لا احنا بنشتم وبثقه بقى وبتاع، ان انت تقول الكلام. وللاسف من الناحيه الفنيه بقى في حياه الفنان، ودي يعني بقولها وانا اسف جدا، انه دلوقتي في فنانين بيشتغلوا وبياخدوا ادوار علشان عدد الفولورز بتاعتهم، مش علشان هو امكانياته ايه، مش عشان هو يعني المفروض كل حاجه تبقى سوشيال ميديا ما عدا الفن. الفن ما ينفعش. بتشوف ان دي بقت معايير اختيار لبعض المنتجين، ان هو انا اجيب الشخص ده عشان عنده فولورز؟ بعض كتير. يعني فاهم، بقت الموضوع ده جاي محمد بس عارف لو انا عندي 3 4 مليون مش هشيل ابقى عادي بالنسبه لي، قشطه جدا عادي يعني، ولا فرقه. لا انا صغير فاهم، في معايا. عندك مشكله مع الشركات اللي ممكن تستعين ممثلين من بره؟ ممثلين من بره اجانب؟ شركات تستعين ممثلين اجانب؟ يعني مثلا زي استاذ مورجان فريمان مثلا يجي اشتغل قصاده مثلا، يعني اللي هو بعد اذن حضرتك ويسيبوا الفنانين الجمال اللي عندنا؟ لا بصي، انا مش ضد اي حاجه بتتعمل، انا ضد انها تتعمل غلط. يعني فكره ان احنا نستعين مثلا باشقائنا الممثلين السوريين واللبنانيين ومش عارفين بتاع الكلام ده كله، الدور عايز ده، عايزين امكانيات هذا الممثل او مرحب جدا. لكن فكرة انها تبقى موضة، انا بجيب ممثلين اجانب او عرب او خارج المصريين لمجرد ان هو ده اللي دارج دلوقتي او ده اللي بياكل مع الناس او بتاع، ده اللي غلط. ده اللي غلط، فاهمة؟ ما ينفعش، لانه مضر اصلا بالممثل حتى العربي او الممثل بالزبط. الاجنبي اللي هيجي، لانه في الاخر هيصبح موضة. يعني ايه موضة؟ ليها بدايه ليها نهايه، بتاخد وقتها وتمشي وده حصل. يعني شوفي مثلا كتير من الاسماء ممثلين عبقره، ممثلين كبار، تمام، جم عملوا واتنين مشوا مع الهوجه دي، بعد كده هم فين دلوقتي؟ مش موجودين. تمام. يعني انا مش عارف اذا كان مثلا ممكن اذكر اسم من الاسماء، واحد عمل مسلسل من اهم المسلسلات عملت في مصر، الملك فاروق. تمام. تايم حسن. فين تايم حسن؟ تمام. استعنا بيه الراجل ده قيمه كبيره جدا وممثل كبير جدا وبتاع، بس استعنا بيه عملنا بيه مسلسل فيلمين مش عارف ايه كلمه عن هوب ما فيش بعد كده. فاهمه؟ هي دي الغلط. لكن انا استخدم جميع الاشكال اللي موجوده من الممثلين والفنانين وبتاع، طبعا باثراء طبعا، بس استخدمه صح طبعا. وفي كمان فنانين عرب كتير جدا اثبتوا يعني ان هم يعني قادرين ان هم يتصدروا الافيشات في الافلام المصريه بالزبط. كتير جدا ممثلين مصريين اثبتوا برضو ان هم يتصدروا. لكن انا اجي علشان الموضه دلوقتي ان انا البطل يبقى ممثل عربي فاتفضله عن ممثل مصري، طب ليه؟ طب لا، خلينا يا جماعه في موضوع زي بالظبط عدد الفولورز. هو بالظبط ممثل عنده عدد فولورز اكبر، هاته. ما ينفعش عدد الفولورز عامل لك مشكله. يا جماعه مش عايز اتحرك، العداد عندي ما بيتحركش، انا عايز افهم ليه؟ ما انا عايز بقى يعني اشوف القصه. نداء الى الفولورز يا جماعه. معقول ابدا. طيب احنا نمره الواتساب بتاعتنا، اللي عايز يبعت اي حاجه لتامر يبعت على 015 5952 1006، او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. نطلع نسمع تامر حسني ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. يا ريت اللي عايز يعمل لي صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك.
بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تامر فرج لسه منورنا ومشرفنا في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وعايزين نتكلم بقى عن مشاركته في قواعد الطلاق ال 45. بتقول ايه يا عهد؟ هو بيخش هو دايما بدارك. انا ما يعني انا بسيب له فرصه، بدي له فرصته، بيرجع دايما هو ليه. معلش معلش انا اللي برجع على طول. لا بالعكس، دي بترجع على طول عشان هو اللي ماسك المكنه. شفت؟ ايوه. فلو قعدت مكانه مسكت المكنه دي جاي تسير البلبله، جاي تسير البلبله. ايوه هدي الفلوس بصراحه. ايوه يا استاذ يوسف، طب احكي لنا عن قواعد الطلاق 45. اشمعنى قواعد حضرتك؟ يعني انا يعني انا عندي مسلسلات الحمد لله، يعني يعني انا المسلسل ده ما خدش فيه فلوس كتير. اولا يعني ليه تخليني اتكلم عنه في مسلسل ما خدش فيه فلوس؟ بالفلوس يا تامر. لا لا بالفلوس بصراحه، بقولها منتهى الصراحه. انا اسفه انا لا قواعد الطلاق 45 كان اولا كان اجواء ما يعني مسخره جدا جدا. انا بحب انجي المقدم جدا، خطيره. وبعدين ومتمكنه يعني الفتره اللي فاتت خدت يمكن فرصتها شويه اكتر وظهرت اكتر. فكان الدور المعروض عليا كان ظريف قوي قوي، اللي هو كاتب ومش عارف ايه ومشهور وحاجات زي كده، وعايز ان هو يبتدي معاه علاقه، وبعدين حاسس ان هو قفيل جدا وهو حاسس ان هي مش بتاعته. فالموضوع خلص سموزلي قوي 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 بكل بساطه. كانت علاقه يعني ظريفه قوي قوي. انما كانت قواعد الطلاق ال 45 بقى بالظبط ايه هم يعني؟ لا مش يعني مش قصدي، لا عشان بس الناس اللي داخله يا جماعه على طلاق يعني ما شاء الله مش لازم برضه نساعد الجمهور. لازم طبعا يعني يا جماعه نعرف. الساعه 9 الصبح عايزين يعرفوا. الساعه 9 الصبح عشان ما حدش يعني يطلع بالليل، فاهم؟ لازم يبقى بدري بدري كده. لا بص اقول لك على حاجه، هو الموضوع بخصوص يعني الطلاق والجواز والحاجات دي، احنا فعلا عندنا معدل طلاق رهيب رهيب جدا. ده حقيقي. فانا عايز اقول سر احتمال يعني ينفع شويه انه يقلل الموضوع، انه يا جماعه الموضوع بسيط قوي قوي قوي. الست محتاجه حاجه والراجل محتاج حاجه، لو توافروا الدنيا هتمشي حلوه قوي. الراجل محتاج طبطبه يعني يرجع من الشغل كده، مش بلاش البوز اللي هو اللي بتقابليه بيه ده، بلاش تقابليه مش انا عارف هو بيبقى وحشك وانت عندك حاجات كتير شفتيها اثناء اليوم، عايزه ان انت تروحي في وشه. تمام. والمشاكل وانه السيفون ما اشتغل وانه مش عارف ايه بتاع. يعني هو راجل لسه جاي طبطبي عليه كده، وهي اخبارك ايه بتاع طبطبه راجل محتاج طبطبه مش عارف. الست بقى محتاجه تقدير. تقدير يعني ستة جابت لك كوبايه الشاي مش عارف ايه، اعطيها عندك. لا مش كده يعني هتحطها مش عارف يعني هتحطها عندك انت. فلا يعني تسلم ايديك يا حبيبتي، ربنا يخليك ليا. الموضوع ده مش متخيله بيعمل ايه مع الستات، هتشيلك فوق راسها، هتعمل لك كل اللي انت عايزه. بس هو الجواز بوجه عام ايوه يعني في مشاكل كده. يعني هو برضه احنا مش قادرين نفهم يا جماعه، انتوا متخيلين يعني ايه انت بتحط اتنين كائن حي مختلفين تماما؟ احنا فاكرين انهم شبه بعض، ما دي مشكله. يعني اتنين كائن حي مختلفين تماما بنحطهم في بيت، احنا فاهمين انه علشان احنا الاتنين بننتمي للمملكه الحيوانيه قسم بني ادم، فاحنا اتنين شبه بعض. لا في فرق فظيع. انت بالظبط الفرق بين الراجل والست زي الفرق بين القرد والشمبانزي، النسناس والشمبانزي. تمام. ايه التشبيه ده؟ الاثنين انا سايبك عمال والله رايح جاي. بص لها كده، الاثنين احنا بنقول عليهم ايه؟ قرود. لكن هو مش قرود، ده نسناس بديل وده شمبانزي من غير ديل، ده فرق جوهري حضرتك واخد بالك. فازاي تحط الاثنين دول جنب بعض وفي نفس المكان؟ الست ليها طريقه تفكير مختلفه خالص عن الراجل. فاحنا علشان كده ما بنعرفش نعمل جواز كويس. بنبص لقى نفسنا في الاخر يعني زي ما دايما بشبه كده، انه الجواز عامل زي ما تكون واقف في الزحمه في صلاح سالم. انت اتجوزت فانت في الزحمه خلاص، انت واقف في صلاح سالم ما لكش حد وما لكش طريق تاني، فانت خلاص هتفضل في لفه من تحت ال بعيد بعيد بقى اللفه دي، وليها حسابات كتيره. الله، في قايمه وفي مؤخر وفي عيال وفي رؤيه وبتاع، صعب تعمل اللفه دي وترجع، فاهم؟ وحتى لو انت لسه فري، انت حاسس انت لسه عصفور طليق ومش عارف ايه وماشي على الدائري والطريق السريع، هتنزل في صلاح سالم. انت بتحطط فيلم تنازل شر لابد منه. لازم. هي دي طريق. المشكله هي دي المشكله. واحنا مشكلتنا برضو ان انت لما تيجي تختار بتختار بنفس طريقه اختيارك للعربيه. يعني ارجوك لما تيجي تتجوز مش لازم كانك رايح تشتري عربيه مالكش دعوه بالكماليات اللي هي الجنوط العريضه اللي مش عارف اللي مش عارف اللي فيه خطوط الايه المائله الشباك اللي بيفتح لا مش ده دوا على المطور.
تمام. الماتور اللي يستحمل معاك بقى، الماتور اللي هو ايه مهما تدوس عليه وكارك كتير وبتاع هيشيلك. ولما الماتور يعني يعطل منك في زحمه صلاح سالم، مش معقوله هتسيب العربيه وتمشي يعني، فاهم؟ اكيد ما ينفعش، ما ينفعش احنا اول عطله حصلت ما بيننا انت طالق ونمشي على طول. تمام، لا انت هينفع تسيب عربيتك وتمشي؟ ممكن اجيب حد يجي ياخد بقى يتولى امرها بقى، لا خدها بقى هتفتح الكبوت يا اخي، حد من اهل العربيه يفتح لها الكبوت، حد من اهل العربيه يجي ياخدها يصلحها بقى. ازاي ازاي يا راجل؟ لا افتح لها الكبوت، هولها، واخد بالك؟ علشان تبتدي الموتور يبرد، وما تكلمش ابدا العربيه بتاعتك والموتور سخن. لا هتفتح هينط ميه النار في وشك. اما هو ساعات بيسخن من غير حمل، نبقى لسه خارجين من الصيانه والدنيا تمام وزي الفل، فجاه تلاقيه سخن. اصبر عليها بقى، اصبر عليها لما تبرد، واخد بالك؟ وبعد كده ابتدي افتح الكبوت، وهي تفتح كبوتها وتتكلم يعني تطلع اللي عندها. جميل الاجنس اللي كان معانا، يجنن يجنن. تامر انت بجد نورتنا والله، ربنا يبارك لك يا رب. نفسنا الواحد يقعد معاك اكتر من ساعه وساعتين ومستني. انا قاعد، انا ما فيش حاجه، انتوا وراكم حاجه ممكن نقعد نكمل، انا ما عنديش مشاكل. للاسف عندنا اعلانات وعندنا برامج ثانيه. ناخد البرنامج اللي بعده يا جماعه، يلا بينا البرنامج اللي بعده، احنا لسه ساره ممنوعه. انا صحيت بدري بالظبط، انا صحيت بدري وقلت لكم فتصرفوا خلاص. عامل زي اللي هو دفع مني في كافيه وعايز بالباقي اللي هو مشروب الطاقه ده، عارفه اللي هو انا وانت ما بتشربوش اصلا، بس انت بتاخده وانت ماشي عشان لو ده اغلى حاجه عندكم. ازازه الماء المعدنيه اللي انا اصلا مش حسبتني عليها، انا هاخدها انا مش هسيبها لك. تامر بما ان وقتنا بيخلص، عايزين نعرف بقى منك الجديد، لو في حاجه جديده قريب يعني يا ريت تقول لنا عليها. الجديد طبعا غير مسلسل سوشيال بيتعرض دلوقتي الحمد لله، في مسلسل انا كنت صورته اوريدي مع حنان مطاوع، هو مسلسل بعنوان وجوه، ولكن هو حكايات 15 حلقه، فالحكايه بتاعتنا اسمها وش تالت مع حنان مطاوع، وده هيتعرض في رمضان باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وفي برضو روايه انا بكتبها اسمها درب الاربعين، ودي هتبقى اول روايه ليا، واتفقت عليها برضو انها تنزل كعمل درامي، واحتمال تنزل عمل درامي قبل ما انزلها روايه. تمام، درب الاربعين هو من نوعيه السايكو دراما. الله، وحاجه بقى حاجه بص هتحسي بقى بدماغ سم. أيوة في أيوة. بلاوي، مش هتتخيل ان الراجل الكوميدي اللي بيطلع ده بقى هو اللي كاتب الكلام السم ده. الدارك سايد بقى. لا لا حاجه دارك. ايه ده؟ دارك بلو، حاجه من الالوان اللي هي اللي بتلبس دي، فحاجه صعبه قوي. فربنا يسهل يا رب، ادعوا لي يعني. نورتنا وشرفتنا والله يا تامر، حقيقي جدا. ميرسي يا تامر جدا، وهنسكوا بقى مع ساره نجار وممنوع الجد، واحنا هنشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقه جديده، وحلقه يوم الاحد من عيش صباحك مع يوسف التهامي وفن امام. كلامنا خلص، ولكن حلقتنا يعني حلقتنا اللي خلصت، ولكن كلامنا لسه ما خلصش، عندنا حاجات كتير قوي نقولها لكم بقى الاسبوع الجاي كله، فخليكم دايما متابعينا وخليكم ظابطين نجوم اف ام 100.6 على مدار اليوم. صباحكم زي الفل. انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.